بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، راجيا من الله العلي الكريم أن يرفع عنا هذا البلاء ويصرفه عنا بلا رجعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما موضوعنا في هذا الفيديو فهو عن شجرة تنتشر بكثرة في غاباتنا بخضرتها الدائمة، والتي تعطي للأودية والجبال والتلال منظرا رائعا خلابا ورونقا وجمالا تزهو النفس به وترتاح. شجرة يمكن أن يغفل عنها وعن منافعها الكثير من الناس، شجرة تحمل أوراقها وجذورها وجذوعها وأغصانها وثمارها بلاسم للشفاء من كثير من الأسقام. عشبتنا في هذا الفيديو هي شجرة الضرب. فقبل أن نتطرق للتفاصيل عن هذه الشجرة أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والإعجاب بفيديوهاتنا دعما لنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شجرة الضرو هي شجرة دائمة الخضرة، يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار وأكثر. شجرة تعشق الغابات ومنحدرات الجبال، تتواجد حول البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، المغرب، الجزائر وتونس وليبيا ومصر، وأوروبا المتوسطية، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، إيطاليا، كرواتيا، ألبانيا واليونان، وكذلك في تركيا وإيران والعراق وسوريا ولبنان. منابت هذه الشجرة في الغابات والأودية والتلال والجبال. عشبة الضروي في الطب القديم. ذكر ابن البيطار عن البصري قال: صمغ الضرو يعرف بالكمكام. وقال إسحاق بن سليمان: خاصية دهن حبه طرد الرياح البلغمية. وقال الرازي: الضرو نافع من استطلاق البطن والقلاع غاية النفع. وقال الشريف: يستخرج من ثمره دهن كثير منفعته طرد الرياح وشفاء الأمغاص إذا شرب ويدهن به. وهو مجفف محلل، وإذا طبخ ورقه بالدهن وقطر في الأذن نفع من وجعها، وإذا طبخ بماء وتمضمض بماء طبيخه شد اللثة وأزال بلغمها، وكذا إذا طبخ من أطرافه الغضة إلى أن تخرج قوتها في الماء ثم صفي وشرب منه مقدار أوقيتين ما يساوي 60 مللتر أو 300 مللتر على قدر قوة العليل، قيأ قيئا عظيما وأخرج البلغم عن المعدة بقهر من غير أن ينال من ذلك كثير مضرة. وإذا أحرق من غض ورقه مقدار قبضة حتى يكون رمادا، وخلط ذلك الرماد بالماء وطبخ أيضا طبخا شديدا ثم صفي وشرب منه صاحب الخاصرة مقدار 3 أواقي ما يساوي 100 مللتر أبرأه. وفحم خشبه إذا حشي به الجراحات سدها وقطع دمها ونفع منها، وخاصة في جراح الخثام. وقال الأنطاكي: شجرة الضرو حارة يابسة في الثالثة أو يبسها في الأولى، قابضة تحذو اللسان وتنفع من القلاع ومرض اللهاه، يعني اللهات، والصدر والسعال والمقعدة وآلات التناسل مطلقة. والاغتسال بها يقوي البدن ويحفظ الشعر
ويحلل الصلابات، وصمغها من أجود الصموغ رائحة، وأجوده الأبيض المشرب بحمرة الطيب الرائحة إذا ألقي في النار، ويقوي القلب ويسر النفس بخورا، ويشد اللثة مضغا، ويحبس النزلات طلاء. وحب هذه الشجرة إذا مضغ نقى الرأس، وذهنه يحلل الرياح المزمنة. شجرة الضرو في الطب الحديث. تسمى شجرة الضرو في العالم العربي الضرو، ويقال لها الكمكام. اسمها بالفرنسية لونتيسك بيستاشيي، اسمها العلمي بيستاتشي لونتيسكوس، من عائلة أناكاردياتشي. تستعمل النبتة بكل ما فيها الأوراق، البذور، اللحاء، الزيت المستخرج بالتقطير، والزيت المستخرج من البذور، والراتينج وهو مادة صمغية، والعلك. وللحصول على العلك تشق الجذوع والأغصان، ويسمى هذا العلك المستكة. واستعمل راتنج الضرو في الطب التقليدي لمكافحة قرحة المعدة، وقد تم بالفعل تأكيد فعاليته ضد بكتيريا تسمى إليكوباكتر بيلوري. تم التحقق من ذلك من خلال العديد من الدراسات العلمية. تتمثل هذه الطريقة في القضاء على هذا النوع من البكتيريا عن طريق مضغ راتنج الضرو، وهو علك يخرج من جذوع وأغصان الشجرة. ويستخدم هذا الصمغ أيضا في الحلويات والمعجنات ومستحضرات التجميل. أما الزيت العطري المستخرج من تقطير الأوراق فهو يتكون من المواد التالية: الميرسين والليمونين والتيربينان والفا بينان والبيتا بينان والبيسيمان وسابينان، وكثير من المواد المدرجة في العلاجات الطبية. أما الزيت المستخرج من الراتنج يحتوي على مونوتيربينان، وبشكل رئيسي ألفا بينان 79%. أما الأوراق فتحتوي على حمض الغاليك ومشتقاته، والإيتيروزيد والفلافونود، ومن 0 إلى 3 من ديلفينيدين والأنتوسياميدول والجليكوزيد. هذا باختصار، فالعشبة فيها العديد من المواد الكيميائية، عدلت عنها خشية الملل على المشاهد الكريم. فمن أراد الاطلاع والمعرفة الشاملة لمواد هذه العشبة، سأترك لكم رابط الموضوع في صندوق الوصف تحت الفيديو، لمن أراد الاستفادة أكثر عن الضروي ومكوناته ومنافعه باللغة الفرنسية. أما البذور فيمكن أن تؤكل نيئة، ولكنها تستخدم بشكل عام في صنع الحلويات في بعض البلدان العربية، وخاصة في شرق الجزائر. والبذور يستخرج منها زيت ثابت يستعمل في العلاجات الطبية. ففي دول شرق وشمال إفريقيا يستعمل زيت بذور الضرو مع الطحين وزيت اللوز لتكوين نوع من الزبدة، يعتبر كمنشط جنسي قوي. أما في المغرب فيستخدم هذا الزيت على شكل مرهم لعلاج الحروق وآلام الظهر، وفي القديم كان يستعمل في المنازل للإضاءة، يعني يوضع في القناديل. ويمكن تحويل الزيت الأخضر المستخرج من بذور الضرو إلى زيت أصفر عن طريق غليه، ويستعمل في الكعك. ويحتوي هذا الزيت الأصفر على رائحة عشبية شديدة، يتم استخدامه في علاج الدوالي والساقين الثقيلتين والبواسير الخارجية والداخلية. فشجرة الضرو حاضرة بقوة كذلك في الجزائر، وهي علاج ثمين منذ عصور. يسمى في شرق الجزائر الضرو، كما أنه يسمى في منطقة القبائل بإنيتيك. وبصفة عامة يستخدم زيت بذور الضرو ضد التهاب الشعب الهوائية والربو والتهاب الجيوب الأنفية والإكزيما بشكل عام، الصدفية، الهزاز المسطح والحروق. أما بالنسبة للأوراق فهي تستخدم لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي كالقرحة واعتلال القولون والطفيليات.
ويوصى باستخدام غلي اللحاء والجذور والأوراق لفترة طويلة ضد الزحار ونزيف الرحم الغير الطبيعي، ويستعمل عصير الأوراق لنظافة الفم. أما الأعراض والمحاذير من استعمال هذه العشبة فليس هناك أي أعراض، اللهم إلا إذا استعملت بجرعة زائدة من مسحوق العشبة أو مغليها أو زيتها، فبالطبع كل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده. ولقد تساءل الكثير من المتتبعين عن كيفية استخدام الأعشاب والزيوت، فسأحاول إن شاء الله أن أنشئ فيديو أتكلم فيه عن طرق استعمال الأعشاب بصفة عامة، وستكون قاعدة إن شاء الله يعرفها الجميع في كيفية استهلاك الأعشاب من غير هلاك للنفس. ولا زال الكثير والكثير لدينا من الفوائد، فما عليكم إلا أن تصبروا معنا حتى تصلكم المعلومة على أكمل وجه. وبهذا القدر نكتفي، على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أو عشبة جديدة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.